السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحتفل العالم في 18 من شهر كانون الأول ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية، إحدى أكثر اللغات انتشارا في العالم، وما زالت العربية حية حتى يومنا هذا لأنها لغة القرآن الكريم الذي حافظ على أصل اللغة الأم. فما خصائص اللغة العربية؟ وما التحديات التي واجهتها وتواجهها قديما وحديثا؟ وكيف استطاع العلماء قديما وحديثا الحفاظ على اللغة العربية؟ سنناقش مشاهدينا الكرام ذلك في حلقة هذا الأسبوع من لسان العربي بعنوان اللغة العربية بين القديم والحديث، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وموضوعنا هذا الأسبوع بعنوان اللغة العربية بين القديم والحديث. نرحب بضيفنا دكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية في جامعة جرسون تركيا. حياكم الله ومرحبا بكم. حياكم الله وإياكم، أهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا بضيفنا عبر سكايب من الدوحة الدكتور أحمد كسال الجنابي الخبير اللغوي. مرحبا بكم دكتور أحمد، حياكم الله. إذن نبدأ دكتور حمدي، كيف استوعبت اللغة العربية الكلمات الأعجمية؟ نبدأ من العصر الجاهلي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وبعد. اللغة العربية في العصر الجاهلي لم تكن لغة مغلقة، وإنما كان أهلها يعني يجاورون بلادا أخرى، وكانت الأسواق على مدار السنة في شبه الجزيرة العربية ككل، وهذه الأسواق يأتي إليها غير العربي ويتعاملون مع العرب، ويذهب إليها العرب يتعاملون مع هؤلاء، يشترون ما عندهم بأسماء الأشياء بأسمائها، يعني المرآة التي تسمى السجنجلي. السجنجلي في، نعم، في معلقة أمر القيس. صحيح. نعم، يعني السجنجلي هذه اشتراها الرجل العربي، اشتراها باسمها، يعني ألفاظ الحضارة وألفاظ الإدارة التي لم تكن موجودة في شبه الجزيرة العربية أخذت من البلاد التي كانت لها حضارة، أمثال بلاد فارس وأمثال الروم. وعندنا دولتان كبيرتان أو يعني إمارتان كبيرتان من الإمارات العربية، المناذرة في العراق والغساسنة في بلاد الشام. صحيح. المناذرة بجوار فارس والغساسنة تبع الدولة الرومية أو البيزنطية قديما. صحيح. هذه الأمور جعلت العرب يأخذون هذه الألفاظ بسبب هذا الاختلاط، يعني الاختلاط. يعني سواء رحلة الشتاء والصيف. الشتاء والصيف. نعم، يعني الشتاء إلى الشتاء والصيف. صحيح. يعني رحلة إلى بلاد الشام واليمن، والرحلة إلى بلاد اليمن. وبلاد اليمن في القديم يعني كان فيها من الفرس ومن الحبش. صحيح. ومن غير ذلك، لأنه تم احتلال اليمن أكثر من مرة في القديم. ثم إن العرب أخذوا هذه الألفاظ وطوعوها للغتهم، يعني وخاصة ما كان من الألفاظ الفارسية، يعني أعملوا فيه التهذيب. ذكرت مثلا، عفوا دكتور، السجنجلي. نعم، يعني هي هذه في اللغة الفارسية كلمة غير عربية. غير عربية، غير عربية. نعم، لكن صارت بعد ذلك مرآة. المرآة التي نعرف. عربها العرب. عربها العرب. ثم بعد ذلك ظهرت قضية عندنا عندما نزل القرآن الكريم، وقالوا هل يوجد في القرآن الكريم ألفاظ أجناس غير عربية، يعني ليست ألفاظ أعلام، لأنه أعلام موجودة. موجودة. نعم، ولا جمل غير موجودة البتة، لكن ألفاظ. أجناس. هذه يعني ألفاظ مفردة. العلماء يعني نذكر الآراء الثلاثة المشهورة، فيها آراء كثيرة. رأي يقول بلسان عربي مبين، ولا توجد أي لفظة غير عربية في القرآن الكريم مطلقا، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الرأي الثاني يقول في القرآن الكريم من كل لسان، يعني أبو ميسرة التابعي يقول في القرآن الكريم من كل لسان. وعلى هذا الرأي أخذ السيوطي ومن سار سيرته، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس عامة ولم يرسل إلى أهل مكة خاصة. صحيح. نعم. الرأي الثالث رأي أبو عبيد القاسم بن سلام، طبعا الإمام الشافعي وغيره قالوا بأنه هذا من توافق اللغات، لكن لا نستطيع أن نقول أو أن نجزم
بأن كل الألفاظ هذه توافق اللغات. صعب صعب. نعم يعني ممكن في ألفاظ وخاصة إذا كان من فصيلة لغوية واحدة يعني العربية والسريانية أو العربية والعربية تتقارب هذه جدا. ممكن ترجع إلى الأصل السامي القديم اللغة الأم العبرية والعربية نعم كان المشهور السريانية والأرامية صحيح يعني في هذا الزمان الأرامية كانت سادت على مساحة واسعة جدا من الأمر حتى كانت صحيح. كان اليهود يتعبدون باللغة الأرامية والنصارى باللغة السريانية فالرأي أبو عبيد القاسم بن سلام بأن بأن الرأيين صواب. رأيين صواب. نعم. كيف يكون الرأيان صواب؟ قال من قال بأن في القرآن من كل لسان نظر إلى أصل هذه الألفاظ. قبل أن تعرّب. قبل أن تعرّب. يعني نعم. نظر إلى الأصل وهذه نظرة تاريخية منهج تاريخي. ومن قال بأن ليس في القرآن الكريم أي لفظ غير أعجمية. وإنما كله بلسان عربي مبين نظر إليه الآن وهذا وصف هذا منهج وصفي يعني لأن العرب تكلمت بها واللفظة إذا تكلم بها العربي الذي يحتج بكلامه تصير عربية فصارت عربية وغيرت يعني صرفيا على القياس نعم العربي نعم أصبحت نعم عربية يعني بالأمور المختلفة ولذا ينص عليها العلماء نصا هكذا نعم إذن من هنا دكتور أحمد بعد ترحيب بك مجددا كيف استطاع العلماء الحفاظ على اللغة العربية من أن يتسرب إليها اللحن في العصور الإسلامية الأولى بعد أن تحدث دكتور حمدي عن العصر الجاهلي تفضل دكتور أحمد إذن ليس معنا الآن سنحاول أن نتصل به لاحقا هنا دكتور كيف استطاع إذن العرب أو العلماء تحديداً أن يحافظوا على اللغة العربية من أن يتسرب إليها اللحن في العصور الإسلامية الأولى؟ أولاً العربية في البداية كان عدد قليل من المسلمين يعرفون القراءة والكتابة نعم وكانت العربية في مبادئ الأمر غير منقوطة وغير مشكولة فحتى لا يحدث لحن من عدم النقد أو عدم الشكل قام العلماء قام أبو الأسود الدؤلي أولاً بنقد الإعراب الإعراب نعم. نعم وله قصته المعروفة الحفاظ على القرآن الكريم يعني لما دخل الإسلام دخل في بلاد كثيرة وبدأ غير العرب يدخلون في الإسلام خيف على 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 هؤلاء من أن يتسرب أو من أن يتسرب اللحن إلى كتاب الله عز وجل فالرواية عامة أمر أبو الأسود الدؤلي من قيادة من قبل زياد بن أبيه أن يقوم بعمل شيء للحفاظ على القرآن الكريم موضوع النقد رفض أولا ثم قبل بعد ذلك لعدة روايات من هذه الروايات بأنه أجلس له واحدا في طريقه ويتعمد اللحن في كتاب الله عز وجل فقرأ صدر سورة براءة ولحن يعني أن وصل إلى قول الله عز وجل أن الله بريء من المشركين ورسوله قرأه ورسوليه فاستعظم ذلك أبو الأسود ورجع إلى زياد بن أبيه هذه رواية من الروايات نعم لكن هذه خاصة بكتاب الله عز وجل وطلب منه أن يأتيه بكاتب لقن فأتي له بكاتب من عبد القيس القصة في نهايتها قال له إذا وجدتني فتحت فمي بالحرف فضع نقطة فوق الحرف وإذا وجدتني كسرت فمي بالحرف فضع نقطة تحت الحرف وإذا وجدتني ضممت فمي بالحرف فضع نقطة على طرفي الحرف من أعلى وإذا أتبعت ذلك غنة أي تنوينا فضع نقطتين ثم تطور هذا الأمر على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى الشكل المعروف الآن الفتحة ألف مقطوعة فوق الحرف نعم. والكسرة ياء صغيرة والضم واو صغيرة والتنوين كما نعرف والتشديد اختصار كلمة شديد نعم. الشدة المعروفة هذا بالنسبة لنقط الإعراب أما نقط الإعجام فهذا تم في عهد عبد الملك بن مروان في الدولة الأموية على يد نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر العدواني طيب نعم إذن معنا الآن دكتور أحمد كسار الجنابي من الدوحة عبر سكايب حياكم الله أهلا بك دكتور أحمد الآن الصورة والصوت
يعني جيدا. وقد سبقك الدكتور حمدي بالحديث عن العصر الجاهلي وأخذ حصتك في العصر الإسلامي، سأعود إليه مرة أخرى عن العصرين الأموي العباسي. إذن لنبدأ معك بالعصر العباسي دكتور أحمد، يعني كيف استوعبت العربية الألفاظ العلمية في عصر الترجمة بعد أن يعني بلغت هذه الألفاظ العلمية، يعني أصبحت كثيرة في هذا العصر، فكيف استطاع واستوعبت العربية الألفاظ العلمية في عصر الترجمة في هذا العصر؟ في البدء مرحبا بك وبضيفك الكريم وبمشاهديك ثم بمتابعيك فيما بعد. الحقيقة الله يسلمك، الحقيقة بالنسبة لموضوع اللغة العربية ويعني توصيفها في العصر العباسي، ممكن أن نعود هذا العصر هو فعلا العصر الذهبي للعلوم ومنها اللغة العربية، حيث نشطت حركة مثلا الترجمة من وإلى العربية، وأيضا يعني تم تعريب ما بدأ به من حملة يعني في العصور أو في العصرين تحديدا السابقين الإسلامي والأموي. ثم نجد أن هناك أيضا دخول أو تقعيد للقواعد ويعني حركة اصطلاحية للعلوم والفنون ولكل يعني ما يخص أيضا اللغة العربية. فنجد كذلك الحركة اللغوية في العصر العباسي اشتهرت أو تميزت بالمدارس والمجالس والإملاءات، حينما يجلس الأستاذ أو الشيخ ويملي على الطلبة العلوم والفنون ومنها طبعا علوم اللغة العربية. فهذه الحركة أو هذا الجو العلمي، هذا الوسط اللغوي، جعل من اللغة في ذلك العصر، العصر العباسي تحديدا الأول، يعني عصرا زاهرا بالمؤلفات والمخرجات وعدد الطلبة. فحتى الخلاف النحوي والمدارس الجديدة التي ظهرت، يعني نحن كنا نتكلم مثلا في العراق عن مدرستين، يعني البصرة والكوفة، صحيح، لكن في وجدنا عندما تقدم العصر وجدنا مدرسة في بغداد، مدرسة في الموصل، مدرسة في الأنبار، ولها علماء وشيوخ ومناهج، وبعضهم يعني لا يعد ذلك أنها ترتقي إلى مدرسة ومنهج، ولكن حركة لغوية. كذلك في بقية الأمصار أيضا، يعني في مصر والشام والأندلس وحتى القيروان ويعني فاس وغيرها من الحواضر الجديدة التي تمت بعد الفتوح شرقا وغربا باتساع العصر العباسي أو الدولة أو الخلافة العباسية، نجد أيضا اللغة تنتقل معهم من حيث تعليم الأعاجم للغة العربية، من حيث تأسيس مجالس للغة العربية وتأليف وكتب وشروحات، كلها كانت هناك علاقات يعني تأثير وتأثر بين اللغة العربية واللغات الأخرى. يعني مثلا معجم البلدان لياقوت الحموي، يكفي أن نجد في هذا المعجم كثيرا من المفردات التي عربت والتي دخلت إلى العربية من اللغات الأخرى الفارسية وغيرها. هذا النوع من التأليف يعني ممكن أن نسميه الجغرافيا اللغوية التي دخلت مثل تأليف لمعجم البلدان، فرضتها الظروف التي استوجبت أن تدخل اللغة إلى ميادين جديدة، ومنها مثلا الجغرافيا، لأن هناك أسماء أعلام لبلدان صعب حصرها وكان من الممكن أن تجمع في كتاب وجمعت وطبعت ونشرت، وهذا كله من الحاجة اللغوية للتأليف. يعني تطور التفكير اللغوي عند العرب، تطور المنهج المعجمي عند العرب، ذهبوا إلى المعاجم المتخصصة الدقيقة، هذا في البلدان فقط. حتى الاختلاف في كتابتها، يعني مثلا هذه البلدان مثلا آسيا بالتاء المربوطة أم بالألف القائمة، وهكذا يعني سوريا وغيرها. نعم ذكر في معجم كلمة سوريا بنص عليها بالتاء المربوطة. فنجد أن هذه الحركة اللغوية التي تعددت وتطورت واتسعت تواكب العصر. يعني مدينة جديدة تدخلها اللغة العربية، حقل
دلالي جديد تدخله اللغة العربية. نعم. وهكذا فاللغة حية وتشترك مع اللغات، تقترض منها وتقرضها. كل ذلك من أجل أن تتعايش هذه اللغة مع اللغات الأخرى. طيب، سأعود إليك وإليكم مشاهدين الكرام. إذن فلنتوقف الآن مع فقرة ديوان العرب، ستكون هذا الأسبوع مع حافظ إبراهيم واللغة العربية. حافظ إبراهيم واللغة العربية. يعد حافظ إبراهيم من أشهر شعراء العصر الحديث، وهو أحد رموز مدرسة الإحياء في الشعر العربي، ولقب بشاعر النيل وشاعر الشعب. عرف بموقفه الرافض للمحتل وحربه على اللغة العربية، وكان خير مدافع ومنافح عن اللسان العربي، فقال في قصيدته المشهورة: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني، أعقمت فلم أجزع لقول عداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت بناتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي، فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي. أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوأدي في ربيع حياتي؟ أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي؟ سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع: اللغة العربية بين القديم والحديث. دكتور حمدي، لابد أن نتحدث عن خصائص اللغة العربية، فما خصائصها؟ يعني اللغة العربية معلوم بأن لها خصائص مختلفة، سواء من حيث الأصوات أو من حيث الصرف أو من حيث النحو أو المعجم المفردات أو الكتابة أو النطق والكتابة معا. من حيث الأصوات، اللغة العربية يعني تتميز بأنها تعتمد كثيرا على الأصوات الخلفية للفم، يعني مثلا الحنجرة، الهمزة، هذه التي لا توجد كثيرا في بقية اللغات الأخرى. هذا ما يميزها عن اللغات الأخرى. العين، الحاء، الغين، الصوت اللهوي، القاف، الأمور الخلفية، أصوات الإطباق، الصاد والضاد والطاء والظاء، هذه مما تتميز به اللغة العربية يعني. صحيح. وهي معروفة بأن أصواتها يعني الذي حفظ لها هذا الجمال وهذا الأمر هو القرآن الكريم. نعم. ولذا الذي يتقن القرآن الكريم نطقا و تلاوة يستطيع والتجويد، نعم يقرأ اللغة العربية قراءة جيدة. صحيح. لأنه يتعلم الأصوات تعلما صحيحا. وهذا ما نشاهده في اللغة، مثلا اللغة التركية لا يوجد أصوات خلفية عندها، لا توجد فيها هذه الأصوات. فعلا. بالنسبة للصرف، طبعا في الصرف صيغ، نجد في الفعل الفعل المجرد الثلاثي بأوزانه المختلفة، المجرد الرباعي بأوزان مختلفة، ثم المزيد، نجد الاسم كذلك فيه المجرد الثلاثي بأوزانه المختلفة، نجد المزيد كذلك، نجد مثنى في اللغة العربية، وفي كثير من اللغات لا يوجد مثنى، فيها مفرد وجمع. نجد أيضا جمع التكسير في اللغة العربية والحبشية من أخواتها الساميات، لا يوجد في كثير من اللغات، ممكن يوجد جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. في اللغات المختلفة تجد فيها جمع واحد،
لكن اللغة العربية فيها يعني فيها ثروة كبيرة من ناحية الجموع، في موضوع التذكير والتأنيث، فيها المذكر فيها المؤنث، هذا بالنسبة للصرف. بالنسبة للنحو يقوم على الإسناد، يعني نجد الجملة الإسمية، الجملة الفعلية، مكملات الجملة بعد ذلك من مفاعيل ومضاف إليه ومعطوفات ونعت وحال وتمييز واستثناء إلى آخره. هذا التوسع غير موجود في أي لغة أخرى. نعم بالتأكيد. نعم. وتتميز هذه اللغة بأنها لغة اشتقاقية ليست لغة إلصاقية، يعني مثلا اللغة التركية لغة إلصاقية، تجد مثلا الكلمة من حرفين ثم يضيفون إليها بعد ذلك تصل الملحقات بها، الملصقات بها من الضمائر وغيرها، إلى ممكن تصل إلى 14 ضميرا أو حرفا أو أكثر من ذلك. يعني أمر غريب، لكن العربية سهلة جدا. علم، علم، يعلم، عالم، نجد فيها المشتق الجامد والمشتق في الموضوع الصرفي، نجد فيها موضوع الزمن الصرفي والزمن النحوي، يعني أيضا غير موجود، تجد الزمن مختلف في اللغات الأخرى. يعني عندنا الزمن الصرفي معروف، ماض وحال ومستقبل، لكن بالنسبة للنحوي يصل إلى أكثر من 17 نوعا. هذا كله نعم. ثراء للغة. نعم. لأنه مثلا توسع. كم مثال مثلا جاء. نعم. لو نظرنا إلى جاء وزن فعل، وفي الصيغة هذه الصيغة تدل على زمن مضى، لكن إذا جاء نصر الله والفتح، نعم، هنا دلت على الاستقبال. الاستقبال كيف؟ لأنه هنا زمن نحوي، قبله إذا. إذا نعم. موضوع المفردات، اللغة العربية تميزت بمفردات كبيرة جدا، أكثر من 12 مليونا من المفردات، ونجد عندنا المعجمات الموسوعية كلسان العرب وتاج العروس، ما شاء الله، وفيها ألفاظ من العصر الجاهلي إلى الآن. صحيح. ألفاظ تموت وألفاظ تحيا، ولذا حياة الكلمات تدخل ألفاظ الحضارة وتهضمها، سواء بطريقة التعريب أو بطريقة الترجمة أو بطريقة الإدخال بما يوافق يعني صيغ العربية، بما يوافق الأمر. يعني نجد من الأمور الحديثة القطار، يعني الأصل نحن نقول مطر الآن. صحيح. نعم. القطار مطر، معناها المطر، لكنها كلمة أميتت في الاستعمال، فأخذت هذه الكلمة التي حديثة. أميتت في الاستعمال ووضعت على لفظة حضارية جديدة، ما يسمينه ما نسميه بالقطار. لوجه الشبه بينهما. المطر تنزل، ينزل من السماء قطرات متتابعة، وهذا عرباته متتابعة. صحيح. العربة الأولى تسمى قاطرة، الناقة في القافلة الأولى تسمى قاطرة، فأخذ هذا اللفظ الذي مات في الاستعمال ووضع على هذا الأمر. فمن الأمور الجيدة التي استعملت موضوع الكتابة والخط العربي، الخط العربي، الخط الرقعة، خط النسخ، الثلث الفارسي المغربي، خطوط جميلة جدا. جميلة. نعم. نعم. صحيح. متنوعة تتناسب مع الذوق العام والجمال، ليبين أن هذه اللغة لغة جمالية، ليست لغة جافة، وإنما لغة جمالية. لذلك من حيث اللغة اختارها الله. نعم. جل وعلا. التلفظ، الكلمات، ما ننطقه نكتبه إلا في بعض الأمور اليسيرة، في الأمور الكتابية، يعني زيادة الألف في هذا أو لكن أو غير ذلك مما هو موجود، لكن الأغلب، لكن الغالب ما ننطقه نكتبه، أو ما نكتبه ننطقه. التلفظ. صحيح. بهذه الكيفية. وطبعا الأمور كثيرة، خصائصها كثيرة. نعم. نعم. إذن دكتور أحمد، من هنا ما تأثير اللغة العربية في اللغات الأخرى؟ نعم، يعني من الممكن أن أبتدئ من حيث ما انتهيتم به من قضية الخط مثلا. فأول تأثير نجد تأثير الخط العربي في اللغات الأخرى. إلى الآن العديد من اللغات يعني تكتب بالخط المشابه للحروف العربية، مثلا الخطوط، خط الآسيوية والخط الفارسي والخط التركي القديم وبعض الخطوط الإفريقية والخط الجاوي في يعني جنوب شرق آسيا، كلها هذا من التأثير اللغوي الحرفي الخطي على اللغات الأخرى. هذا من ناحية. من ناحية الألفاظ، فأيضا للغة العربية تأثيرات كبيرة في اللغات الأخرى، من حيث عدد الكلمات ذات الأصل العربي في اللغات الأخرى. مثلا اللغة الملايوية، وهي لغة ينطقها بعدد الناطقين بالعربية في العالم،
فيها تقريبا 3000 كلمة مقترضة من اللغة العربية، وأكثرها تتعلق بألفاظ صحيح دينية وإسلامية، لكن فيها من ألفاظ الحضارة العامة واللغة العامة. اللغة الإسبانية فيها إلى الآن فيها أكثر من 5000 كلمة من أصل عربي. وقد يعني جمع الدكتور سليمان أبو غوش في جامعة الكويت كتابا بعنوان 10000 كلمة إنجليزية من أصل عربي. 10000، وهذا العدد يعني زاد عليه الدكتور مثلا مهند عبد الرزاق الفلوجي في كتابه معجم الفردوس، وصل بعدد الكلمات التي مقترضة أو المتأثرة باللغة العربية إلى 25000 كلمة. يعني هذا المحصى، يعني هذا الموثق، وأكيد البحث اللغوي جاري لاستكشاف العديد من الروابط والصلات والعلاقات بين اللغة العربية واللغات الأخرى، وهناك معاجم في تأثير اللغة العربية في اللغات الأخرى. يعني هناك كلمات كثيرة من اللغات الأخرى أصلها عربي فقط حرفت قليلا بالآلاف، إما قسم منها تنطق كما هي، قسم منها تنطق بتغييرات صوتية يعني يسيرة، وقسم منها يعني تجد فيها النفس اللغوي العربي في بعض حروفها، وأكثرها طبعا فيما تتعلق بقسم منها بألفاظ العلوم والمعارف، يعني الفلك والكثير إلى الآن. يعني فم الحوت مثلا، نجم من النجوم ومن المواقع المهمة في السماء، تنطق كما هي بهذا التركيب، فم الحوت في اللغة الإنجليزية. طبعا الحاء لا يلفظ لأن هذا من خصائص العربية. وحتى الأرض إيرث وغيرها الكثير. نعم الكثير، آلاف آلاف الكلمات. نعم، إذن دكتور حمدي، يعني اختصارا، ما الهجمات التي تعرضت لها اللغة العربية في القرن الماضي، وأيضا ما التحديات التي تواجهها اللغة العربية اليوم؟ اللغة العربية لغة القرآن الكريم، لغة دين. نعم. لذا يعلم الأعداء بأن القضاء على اللغة العربية أو إبعاد المسلمين الذين يتكلمون باللغة العربية عن لغة القرآن الكريم يستطيعون أن يتغلبوا عليهم وأن يبعدوهم، لأن قوة المسلمين في تمسكهم بكتاب الله عز وجل، وكتاب الله عز وجل باللغة العربية. لذا كان الأعداء يسلطون سهامهم على اللغة، لأنهم يريدون أن يعزلوا المسلمين أو أن يضعوا بين المسلمين وبين كتاب ربهم حاجزا سميكا وهو اللغة. ولذا في البرلمان الإيطالي الإنجليزي في القرون الماضية، القرن الماضي أو الذي قبله، في بداية القرن الماضي، يعني عندما قال إذا أردنا أن نتغلب على المسلمين لابد من أمور ثلاثة: المصحف، وموضوع الاتجاه إلى الكعبة، واللغة. نعم، فقام أحد الأعضاء ومزق المصحف، قال ما هكذا أريد، أنا أريد أن أمزقه من صدور المسلمين. صحيح. والمصحف باللغة العربية. فكانت الهجمات على اللغة العربية في البلاد العالم الإسلامي الذين يتكلمون باللغة العربية، بأن يبتعدوا عن اللغة العربية. اللغة العربية يقولون اللغة العربية صعبة، قواعدها صعبة، كتاباتها صعبة، لا بد من التحدث أو كتابة العلوم باللغة العامية. وتبنى هذا أذناب المستشرقين. صحيح. يعني كان للمستشرقين دورهم من المبشرين وغيرهم، كما يسمونهم مبشرين وهم ليسوا مبشرين، الذين هاجموا اللغة العربية ودعوا إلى الكتابة بالعامية، وتبعهم الذين ساروا على نهجهم من بلاد العالم الإسلامي للأسف. صحيح. لكن المخلصين من بلاد العالم الإسلامي وقفوا لهؤلاء بالمرصاد، والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. الذكر هو القرآن الكريم والسنة النبوية. صحيح. والله عز وجل، وهذا الذكر باللغة العربية، فالله حافظ كتابه وحافظ لغته. نعم. إذن في آخر دقيقتين دكتور أحمد، استكمالا لحديث الدكتور حمدي، ما التحديات إذن التي تواجهها اللغة العربية في عصرنا الحاضر، وما هي النصائح المقترحة أو التوصيات التي تودون طرحها للارتقاء باللغة العربية لدى متحدثيها؟
إذا تجاوزنا مسألة الهجمات الخارجية والتحديات الخارجية التي قد تفرض علينا إما بلغة المستعمر كما حدث في القرن الماضي، وإما بلغة السياسة أو الاقتصاد أو العلوم والمعارف والتكنولوجيا، لنبتدئ الإصلاح اللغوي من داخلنا. يعني العرب الآن واللغة العربية ليس لديها مثلا إلى اليوم مثلا قناة فضائية تهتم بها. مثلا يعني حتى البرامج اللغوية مثل هذا لسان العرب في الرافدين، كم برنامج على غراره في القنوات الأخرى، يعد على أصابع اليد الواحدة. صحيح. يعني في العصر الحاضر، فهذا من يعني ما الذي ينقصنا؟ النقص بأيدينا. قد تقول أريد نسبة مشاهدين كذا، المشاهدون يأتوك ممكن حتى من الناطقين بغير العربية يتابعون مثل برامج اللغة العربية. إلى اليوم لا يوجد مثلا إذاعة للغة العربية، لا توجد جامعة خاصة باللغة العربية، بينما توجد جامعات خاصة للمعادن وللتكنولوجيا وللغة الإنجليزية وغيرها. إلى اليوم نفتقد إلى تطبيق إلكتروني حديث يسعف المشتغلين باللغة العربية مثلا. بعض النقوصات في التأليفات في المعاجم وفي الكتب وفي المناهج، المناهج تحتاج مراجعة. الأساتذة، القبولات في أقسام اللغة العربية تحتاج إلى معايير، ليس الذي معدله ليس الذي يعني خرج بمعدل قليل يعني يذهب به إلى أقسام اللغة العربية مثلا. فهناك يعني أقصد بها سياسة لغوية. هذه السياسة، قوانين اللغة العربية، كم دولة أصدرت قانون اللغة العربية؟ 5 أو 6. أين باقي الدول العربية 20 مثلا؟ الحركة اللغوية أو الدفاع عن اللغة العربية أو الاهتمام باللغة العربية بحاجة من أبنائها، قبل يعني أن نلقي اللوم أو نعلق الكذا على شماعة الغزو الفكري والخارجي والبعثات واستعمار اللغة الإنجليزية. القرارات اللغوية الهمة والدافع كما تفضل الدكتور، البعد الديني والقومي والإرثي والتاريخي، كله محفزات لكي نهتم ونعود بلغتنا إلى ما كانت عليه وأفضل. نعم. إذن في ختام فقرة موضوع حلقتنا نشكر ضيفنا عبر سكايب من الدوحة دكتور أحمد كسار الجنابي الخبير اللغوي. أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع فقرة من الذاكرة بعنوان قل ولا تقل. سأشتري لك من سوق الوراقين كتاب جمهورية أفلاطون. يا رجل قل جمهورية ولا تقل جمهورية. ماذا تقولين؟ أقول الجمهور والجمهورية، ولا تقل الجمهور والجمهورية. هل فهمت كلامي؟ فهمت. وهل تظنين أنني لا أسمع؟ إذا قابلت غريمي أبا ممتاز وذهبنا معا إلى القاضي فإنني لن أتنازل عن حقي. أعوذ بالله، كيف أتنازل عن حقي؟ يا رجل، نقول نزل فلان عن حقه، ولا نقول تنازل فلان عن حقه. ماذا قلتي؟ قل لن أنزل عن حقي، ولا تقل لن أتنازل عن حقي. هل تعرف لماذا؟ لماذا؟ يا رجل افهم كلامي. نقول نزل فلان عن حقه، ولا نقول تنازل فلان عن حقه، لأن كلمة تنازل لها معنى آخر. تنازل البطلان، أي تلاقيا وتبارزا في ساحة القتال. هل سمعتني؟ سمعتك. وهل أنا أصم؟ إنك تنصحينني بأن أتحاشى الاصطدام بأولئك الجنود الغرباء المرتزقة. يا رجل قل المرتزقة ولا تقل المرتزقة، قل المرتزقة بكسر الزاي. هل كذب علي أن أقضي الأمر في تعليمك وسهل الكلام؟
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وقد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني، وعنوان هذا الأسبوع من المتشابه اللفظي في سورة آل عمران الجزء الثاني. نبدأ بعد هذا الفصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام في البيان القرآني، ونبدأ من قوله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذا في آل عمران. وقال تعالى في سورة يونس: أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وكذا في سورة الروم: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وفي سورة الأنعام قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. هنا وقع الدكتور اسم الفاعل موقع الفعل، فما الوجه هنا؟ في سورة في آية الأنعام الآية: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. مخرج معطوفة على فالق، يعني معطوفة على اسم فاعل، ثم يأتي بعد ذلك فالق الإصباح، فاكتنفها اسم فاعل، لذا أتت باسم الفاعل. لكن السؤال الآن: لماذا أتى بعد إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي فعل مضارع؟ قالوا هذه الجملة مبينة لقوله فالق، يعني أتى بالفعل المضارع ليبين، ومعروف بأن دلالة الاسم الفاعل يدل دلالة الفعل المضارع، ولذا يعمل عمله بشروطه، يعني مخرج ويخرج ويخرج. نعم، فأتى هنا ليبين موقع الجملة اللي هو فالق الحب، ليقول بأن فالق الحب والنوى معناه إخراج الحي من الميت. هكذا. نعم. وفي قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هذا في آل عمران. وبعدها بآية أيضا يقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هنا دكتور، ما وجه تكرار التحذير ويحذركم الله نفسه واختلاف الفاصلة أيضا دكتور في كلتا الآيتين: وإلى الله المصير والله رؤوف بالعباد؟ نعم، طبعا للعلماء توجيهات كثيرة. قالوا التكرار لتوكيد الوعيد. الشيخ زكريا الأنصاري المتوفى 926 من الهجرة يقول: والأحسن كما قال التفتازاني ما قيل إنه ذكره أولا للمنع من موالاة الكافرين، وثانيا للحث على عمل الخير والمنع من عمل الشر. هذا رأي، يعني غير تكرار الوعيد، هذا رأي آخر. نعم، رأي آخر. طبعا ابن جماعة المتوفى 733 يوجه التكرار بقوله: الأول في سياق الوعيد لقوله فليس من الله في شيء، والثاني في سياق حذر التفويت للخير. نعم، ولذلك خصه بقوله والله رؤوف بالعباد. رؤوف بالعباد، يعني الأول وإلى الله المصير، موضوع حساب وعيد، إلى الله المصير، وستحاسب عند الله عز وجل. لذلك اختلفت الفاصلة، للمناسبة. للمناسبة، يعني هذا وعيد، والثاني حث على فعل الخير، والله رؤوف بالعباد، رأفة. سبحان الله. نعم، سبحانه وتعالى. إذن سنكمل دكتور، فلنتوقف الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة صحيح القول، وعنوانها هذا الأسبوع: إثبات ياء المنقوص وحذفها. إثبات ياء المنقوص وحذفها. الاسم المنقوص هو اسم معرب آخره ياء ثابتة مكسور ما قبلها،
مثل القاضي والراعي. تحذف ياؤه لفظاً وخطاً إذا تجرد من ال والإضافة، وفي حالتي الرفع والجر، وتثبت في حال النصب. ويخطئ بعضهم في استعمال ذلك خلافاً لصحيح القول، كقولهم فيها معاني كثيرة، وصحيح القول فيها معان كثيرة. إن هناك مساعي حثيثة، وصحيح القول إن هناك مساعي حثيثة. انتشرت في أراضي واسعة، وصحيح القول في أراض. قال إن أيديهم ملطخة، وصحيح القول إن أيديهم. خمس ليالي، وصحيح القول خمس ليال على قمة جبل عالي، وصحيح القول عال. ما زال التحقيق جارا، وصحيح القول ما زال التحقيق جاريا. في لقاء ثاني، وصحيح القول في لقاء ثان. سيكون الملعب خالي من الجمهور، وصحيح القول سيكون خاليا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العربي، وما زلنا في فقرة البيان القرآني، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع من المتشابه اللفظي في سورة آل عمران في الجزء الثاني. وصلنا إلى قوله تعالى: قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، هذا في آل عمران. بينما قال تعالى في سورة مريم: قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. هنا الدكتور قدم في سورة آل عمران ذكر الكبر وقد بلغني الكبر، وأخره أخر ذكر المرأة هنا، وجاء السياق يعني في مريم بتقديم ذكر المرأة وتقديم الكبر، يعني العكس. لماذا؟ يعني معلوم بأن الفواصل لها دورها في مثل هذا، والتفنن في سياق القصة الواحدة من أمور الفصاحة والبلاغة. في سورة مريم ما حدث فيها من تقديم ذكر المرأة وتأخير الكبر لتناسب رؤوس لتناسب رؤوس الآيات في مريم بقول عتية، سوية، عشية، صبية، ولم يكتنف آية عمران ما يدعو إلى ذلك. لذلك أخر ومن الكبر عتية لكي نعم. تناسب أخر نعم. الكبر هنا. نعم، نسب الفاصلة، والفاصلة أمر صوتي. والأمور الصوتية لها مراعاتها في الكلام العربي، يعني مثل نظام القافية في الشعر. صحيح. نظام آخر الجملة في الناثر، وخاصة الذين كانوا يأتون به مسجوعا قبل ذلك. صحيح. فهنا أتاهم بطريقة معينة تتناسب مع الجانب الصوتي الذي يفضلونه ويعشقونه. نعم. إذن في قوله تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء في سورة آل عمران، وقال تعالى بعد ذلك: قال كذلك الله يخلق ما يشاء. هنا يعني يفعل ما يشاء في حق سيدنا زكريا عليه السلام. هنا بالفعل يفعل. في حق مريم عليه السلام بالفعل يخلق، مع اشتراكهما في نفس الموضوع وبشارة الولد. نعم، يعني سيدنا زكريا كان بلغ من الكبر عتيا، وكان يستبعد أن يكون له ولد، فلذا يعني قدرة الله عز وجل لا تعلوها قدرة. صحيح. وفلذا جاء الفعل يفعل. يفعل لماذا يعني دكتور؟ أقل من يخلق. أقل. نعم. في أقل من وضع يعني سيدتنا مريم. لأنه هذا رجل وامرأة موجودان. صحيح. نعم. ليس فيه كان خارق كبيرا. يعني ليس فيه خارق للعادة. ليس فيه أمر خارق للعادة. لكن بالنسبة لسيدة مريم عليه السلام. صحيح. يعني امرأة ودون زوج. لم يمسسها بشر. نعم، ولم يستثني بشر، ويحدث بعد ذلك إنجاب. لا يخلق في خلق. خلق. نعم، يعني إيجاد من عدم. فناسب يخلق. نعم، فناسب يخلق الأمر المستبعد كثيرا.
المستبعد أقل نسبه يفعل. يفعل. نعم. سبحان الله. سبحان الله. نعم. أيضا دكتور هنا قال تعالى قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا في آل عمران. بينما قال في سورة مريم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. هنا اختلف التعبير مع اتحاد القصة 3 أيام و3 ليال. يعني المقصود عدم كلامه يكون بالثلاثة أيام بلياليهن. بلياليهن. فأتي في 3 أيام إلا رمزا وثلاثة أيام. الرمز يكون ممكن إشارة. إشارة. أو أي شيء لا يرى إلا في اليوم في النهار يعني. ولذا نسبه أيام. اليوم نعم. نعم. أما في مريم فلم يكن فيه إشارة، لم يكن فيه رمز، فأتت 3 ليال ليحدث التكامل حتى لا يظن بأنه لا يتكلم في النهار دون الليل. سبحان الله. وإنما لا يتكلم لا في النهار ولا في الليل. نعم. هكذا. أيضا نواصل في قوله تعالى. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين في آل عمران الآية 42. هنا ما وجه تكرار الفعل اصطفاك؟ تكررت دكتور في آية واحدة. نعم. يعني الاصطفاء في الأول غير الاصطفاء الثاني. كيف؟ الاصطفاء في الأول هو اصطفاء السيدة مريم عليها السلام للعبادة والتي هي خدمة بيت المقدس، وتخصيص مريم بقبولها في النذر مع كونها أنثى. نعم. وهذا لم يكن إلا للذكور. فهذا اصطفاء من الله عز وجل في هذه الناحية. نعم. دعا أمها دعت فقبل الله عز وجل نذرها، مع أن الذي يقبل للخدمة وللعبادة في بيت المقدس أن يكون ذكرا ولا يكون أنثى. الأمر الثاني اصطفاها بولادة عيسى عليه السلام. هذا الاصطفاء الثاني. هذا الاصطفاء الثاني. فلذا يتبين ليس هناك تكرار. ليس يعني تكرارا واختلاف في المعنى. اللفظ واحد لكن المعنى مختلف. مختلف. نعم. الاصطفاء الأول غير الاصطفاء الثاني. هذا هو المقصود بالمعنى. يعني. في آخر دقيقة أو أقل من ذلك قال تعالى قالت ربي أنى يكون لي ولد في آل عمران، وفي سورة مريم قالت أنى يكون لي غلام. نعم. لماذا جاء التعبير هنا في آل عمران بولد وفي مريم بغلام؟ في آل عمران تقدم ذكر المسيح عليه السلام وهو ولدها، لذا ذكر الولد. وفي سورة مريم تقدم ذكر الغلام، قال سبحانه قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، فلذا أتي بلفظة غلام. مناسبات. نعم. كلها مناسبات. مناسبات. نعم. ولذا تحتاج، ولذا عندما يقرأ الإنسان القرآن الكريم لابد أن يقرأه قراءة التدبر. صحيح. حتى يفهم الأمور لماذا هذه اللفظة، ينظر في السياق. فالسياق له دوره. وقد بيّن ذلك العلماء. نعم. 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 إذن في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نشكر ضيفنا الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة جيرسون التركية، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم دكتور. جزاكم الله خيرا. حياكم الله. مسك الختام مشاهدينا الكرام سيكون مع فقرتي سيرة عالم. اخترنا لكم هذا الأسبوع مصطفى جواد حارس اللغة العربية. مصطفى جواد حارس اللغة العربية، اللغوي العبقري والمؤرخ الكبير. ولد الدكتور مصطفى جواد في محلة القشلة ببغداد عام 1904، وهو من أبوين تركمانيين، ثم انتقل مع والده إلى مسقط رأس والده دلتاوى الخالص حالياً بمحافظة ديالى. درس العلوم الابتدائية في مدارس دلتاوى في عهد الدولة العثمانية، وبعد وفاة والده جواد الخياط بدلتاوى في أوائل الحرب العالمية الأولى عاد إلى مسقط رأسه بغداد بعد الاحتلال البريطاني للعراق. دخل دار المعلمين الابتدائية عام 21 و900 وألف، وفي هذه الدار وجد 2 من أساتذته يعتنيان بموهبته وهما طه الراوي وأستاذه الآخر ساطع الحصري. عين مدرساً متنقلاً بين الناصرية والبصرة والكاظمية والخالص، وفي تلك الحقبة نشر أبحاثه اللغوية في الدوريات المحلية والعربية، ولا سيما تلك الصادرة في مصر ولبنان. سافر إلى فرنسا وأكمل دراسة الماجستير والدكتوراه في جامعة السوربون
ونشبت بعدها الحرب العالمية الثانية، فعاد إلى بغداد قبل أن يناقش الرسالة. شغل منصب المشرف على الأساتذة الذين أشرفوا على تدريس الملك فيصل الثاني ملك العراق وتثقيفه. من مؤلفاته الحوادث الجامعة، من أول كتبه التي طبعت عام 1932، دليل خريطة بغداد المفصل مع الدكتور أحمد سوسة، دراسات في فلسفة النحو والصرف واللغة والرسم، الضائع من معجم الأدباء المستدرك على المعجمات العربية وهو كتاب خطي، رسائل في النحو واللغة. وكان له برنامج مهم في الإذاعة والتلفاز العراقي بعنوان قل ولا تقل، بلغت شهرته الآفاق، وقد طبعت مادته بجزئين في حياته. التقى العلامة مصطفى جواد عبد الكريم قاسم رئيس الجمهورية آنذاك وقال له: أرجو أيها الزعيم ألا تقول الجمهورية بفتح الجيم، بل قل الجمهورية بضم الجيم. توفي رحمه الله في عام 69 و900 ألف، وكان في مقدمة مشيعيه أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية آنذاك.